السلام عليكم طلاب، رحب بكم بورشتنا هذا اليوم اللي خاصة هي عن تعريف حول فروع قسم المحاسبات الاي تي والسي اس. بالبداية رحب بسيد رئيس القسم دكتور ذكرى واستاذ باسم مقرر القسم. خلال هذه الورشة ان شاء الله احنا نطلعكم بشكل بسيط على ما هي الاقسام او الفروع الموجودة لقسم علوم الحاسوب، وما هي متطلبات أن تختار الفرع المناسب لك حسب إمكانياتك، وش راح تحصل لما تدخل في هذا الفرع في هذا المجال، وما هي فرص العمل اللي راح تحصلها إن شاء الله بعد التخرج. قبل ما نبدي راح ناخذ بشكل بسيط نبذة تعريفية عن علوم الحاسوب، لأن يعني احنا قسم علوم حاسوب. فقسم علوم الحاسوب اللي انتم حاليا موجودين به هو قسم يعتمد على دراسة أجزاء الحاسوب وأيضا عمل البرامج والخوارزميات اللي تشغل هذه الأجهزة، تشغل هذه المنظومة، وبالتالي تكوين نظام يعمل لخدمة جهة معينة. يعني علوم الحاسبات تدخل في كل المجالات، وإحنا عندنا مشاكل موجودة في الحياة العامة ممكن ناخذ المشكلة ونحلها باستخدام خوارزمية معينة، والخوارزمية نحولها إلى برنامج. فهو دائما يتعامل مع البيانات، يتعامل مع المعطيات الموجودة بالحياة الطبيعية، يحولها إلى بيانات داخل الحاسبة ونبدأ معالجتها، وبالتالي إيجاد حلول لهذه المشاكل. طبعا قسم علوم الحاسبات احنا تعرفون بفرعين تخصصين، اللي هو فرع علوم الحاسوب سي اس، وفرع تكنولوجيا المعلومات اللي هو الاي تي. طبعا بعد ما تخلص المرحلة الثانية، من المرحلة الثالثة يبدي مرحلة التخصص، راح تبدي تختار الفرع اللي راح تبدي تكمل مشوارك بإن شاء الله إلى أن تتخرج. نجي على قلنا علم الحاسوب هو يتعامل مع النظريات والأسس المعلومات والحسابات، وأيضا قلنا تحويل كل المشاكل اللي موجودة بالحياة إلى خوارزميات داخل الحاسب لإيجاد حلول لها من خلال البيانات اللي راح ناخذها ومن خلال البرامج اللي حنصممها، وبالتالي نقدر نحل هذه المشكلات. زين، قسم علوم الحاسوب كيف يدخل بمجال العمل؟ طبعا احكينا بصوره عامه، ما احكي على قسم السي اس، لا فرع السي اس، لا احكي على علوم الحاسوب بصوره عامه. طبعا في كل مجالات العمل بالحياه يدخل، لان هو صار هو الاساس لاي عمل. مهما كان هذا العمل لازم اكو في كل شركه، في كل مكتب، في كل دائره تدخل لازم اكو حاسبه، وبالتالي اكو حاسبه لازم اكو شخص خبير في هذا المجال، واللي حتكون انت لما تخلص قسم المحاسبات انت الخبير. انت راح تقدر تشتغل على الحاسبه، انت راح تقدر تبرمجها، انت تقدر تهيئها للعمل المطلوب من عندها. فلذلك علوم الحاسبات تدخل في كل المجالات، في اي مكان انت راح تقدر تشتغل حتلاقي فرصه عمل. فهذا الشيء اللي يميز خريجي قسم علوم الحاسبات عن بقيه العلوم، انه انت في كل مجالات، مجالات الطبيه، مجالات التجاريه، مجالات الهندسيه، مجالات الانسانيه، في اي مجال تدخل الحاسوب، وبالتالي يحتاجون الى شخص متخصص او خبير في علوم الحاسوب. اذا انت كسوق عمل عندك فرص عمل كثيره ممكن تدخل بها. زين، شنو هي الصفات اللي يجب تكون متوفره، يعني او شنو انت لازم تكون على علم بيه لما تدخل بالحاسبات؟ طبعا اول شيء لازم تعرف انه انت عملك كخريج علوم حاسبه حيكون عمل مكتبي، يعني عملك دائما يكون في مكتب، ما راح تطلع في مجال ميدان ولا تشتغل في الشمس او في اي اجواء طبيعيه، لا انت عمل مكتبي على الحاسبه، هذا هو عملك الاساسي. زين، شو يحتاج من عندك؟ يحتاج الى قراءه كثيره. ليش؟ لان احنا علم في تطور مستمر، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى قراءة كثيرة في كتب ومصادر مختلفة، مو بس اللي أنت تاخذها داخل القسم، لا تحتاج أن تطور نفسك في مجالات أو في كتب أو مصادر أخرى. تغييرات وتحديثات بصورة مهولة، أكثر علم يتطور هو علم الحاسوب، بغض النظر عن بقية العلوم. دائما علم الحاسوب في كل سنة أو في كل 6 أشهر تلقى شيء جديد نازل، أكو تطور. فانت اذا ما راح تبدي بقراءه ومتابعه المعلومات الحديثه ما راح تقدر تواكب عمليه التطور اللي تحصل بشكل مهول. يعني لو لاحظ قبل سنتين او قبل 4 سنوات علوم الحاسبه تختلف عن حاليا،
اكو هواي تطورات حديثة، ونشوف ابسط شيء هي الموبايلات الموجوده بايدك، كل سنه ينزل فيرجن جديد بمواصفات احدث، باشياء جديده غير اللي كانت موجوده بالسابق، فاكو تغييرات كلش كبيره. المهام المزدوجه، انت لما تشتغل كعلم حاسبات وتبدي في مجال العمل، ما لا تخلي في بالك انك تشتغل مهمه واحده، يعني عمل واحد، لا، انت تشتغل اكثر من عمل او اكثر من مشكله تحاول تحلها في نفس الوقت. هذه هي ايضا شغله تميز ابو علوم الحاسبات عن غير العلوم. انت مو بس شغله واحده حتكون عندك تشتغلها، لا، اكثر من شغله في نفس الوقت، لان انت عندك امكانيه ان تحلها في اكثر من وقت، لانه تشتغل على حاسب والحاسبه لها امكانيه تحل اكثر من شغله في نفس الوقت، فعندك مهام مزدوجه تحلها في نفس العمل مالتك. التركيز العالي طبعا تحتاج الى تركيز جدا عالي من عندك، ليش؟ لانه قلنا علوم الحاسبات تطور سريع، لازم اكو سرعه استجابه، لازم اكو دقه بالعمل، لان انت تتعامل مع حاسبه فيحتاج تدخل معلومات دقيقه عم تطلع عندك نتائج دقيقه. العمل كفريق، طبعا اغلب اللي يشتغلون ويخرجون كعلوم حاسبات عملهم ما يكون بشكل مفرد، لازم يكون فريق عمل تعمل وياه. لما تريد تصمم نظام لازم عندك فريق عمل، لما تريد تصمم او تشتغل على حاسب معين لازم عندك فريق عمل. نادرا نادرا ما تلقى ابو علوم الحاسب يشتغل بشكل مفرد، لازم يكون العمل او صفه الخريج علوم الحاسبات انه يعمل كفريق عمل، ما يقدر يشتغل وحده. الطوارئ، شنو الطوارئ؟ انت عملك مثل عمل الطوارئ، شنو يعني؟ مثلا انت في ما تعرف في اي لحظه ممكن يصير مشكله في حاسبه معينه، حيجي يقول لك يا ترى عندنا هاي الحاسبه نحتاج هسه تسوي لنا اياها، لان العمل متوقف. فعملك مثل عمل ابو الطوارئ، ما عندك عمل مستمر او مثلا عمل يومي، لا، حسب الشغله اللي تصير، اي مشكله تحدث في اي مكان حيطلبوك لازم تروح تحل هذه المشكله بآنيا، يعني في نفس الوقت، فيكون عملك مثل عمل فرق الطوارئ. طلبات خارج التخصص، طبعا انت من تشتغل علوم حاسبات مو معناته فقط تشتغل علوم حاسبات، لا، انت حيكون عملك داعم لبقيه العلوم، يعني انت تشتغل ويا تخصصات اخرى، مثلا ممكن تشتغل في مختبر، المختبر هو خريج بايو او خريج كيمياء، بس انت كحاسبات تشتغل وياهم تدعم العمل مالتهم، او اي تخصصات اخرى، فانت تكون عمل مالتك مو فقط متخصص بعلوم الحاسبات، وانما ايضا مرتبط بالعلوم والاعمال الاخرى، فهذا قلت لك ايضا ميزه ميزات علوم الحاسبات. موت المجال، شنو موت المجال؟ اغلب اللي يدخلون في اي تخصص يخافون انه هذا التخصص يدخل به احتمال بعد سنه او سنتين او ثلاثه ينتهي هذا التخصص، الا مجال واحد اللي هو الحاسبات ما ينتهي، دائما في تطور. حطيك فد مثال جدا بسيط، من بدايه الكورونا كان علوم الفيروسات ما حد ما يهتم به، موجود واكو في عمليه تطور لكن العالم ما مهتم به، لكن لما صار اكو توجه واكو فيروس واكو ناس تخاف بدا الناس تقرا، بدات الناس تتعلم، صار اكو اهتمام بهذا المجال. لكن بعد ما وجد له العلاج وصار تقريبا سنتين او ثلاثه على المرض وانتهى تقريبا، بعد ما قام يدور على هذا المجال، ولا واحد يدور شنو علم الفيروسات والفيروس شلون يتطور او شلون يصير، فمعناته انه هذا العلم زاد الاهتمام به فتره معينه ولكن بعدها اندثر او بعدها قل الاهتمام به. علم الحاسبات لا، في كل مرة يزيد، حتى لو المشكلة صارت في غير اختصاص علوم الحاسبات متواجد، يعني الكورونا اللي صار بيها صح صار اهتمام بمجال الفيروسات، لكن في نفس الوقت صار اهتمام أكثر بمجال الحاسبات، شلون؟ إنه صار تواصل إلكتروني، صارت المحاضرات الإلكترونية، صار اجتماعات إلكترونية، زاد الاهتمام بمجال الحاسبات في نفس الوقت، فهذا الموضوع أبداً لا تخاف من عنده، العلم الوحيد اللي ما ممكن إنه ينتهي هو علم الحاسبات، لأنه يعني في تطور مستمر، إلا في حالة واحدة، وهي لو الإنسان استطاع أن يستغني عن الحاسوب، عن الموبايل، عن الإنترنت، عن النيتورك، وأكيد هذه الأمور صعب يستغنى عنها حالياً، هي تعتبر أساس الحياة اللي موجودة حالياً. فهذا أيضاً أحد المواصفات الموجودة في مجال علوم الحاسبات. تحديات كبيرة، أكيد أكو تحديات كبيرة، لأن إحنا قلنا عمل العلوم الحاسبات في تطور مستمر، فتحتاج إنه أنت تواكب عملية التطور، تواكب الخوارزميات، وتواكب أي شيء جديد يصير، إنه أنت تكون مطلع على هذه الأمور. نجي هسه على أول فرع من فروع القسم، هو فرع علوم الحاسوب السياس. طبعا
شو الأهداف من هذا الفرع؟ طبعا يهدف إلى تعليم الدارس تفاصيل عمل الحاسب وطرق التحسين والتعديل والإضافة والاستفادة من الحاسوب. طبيعة الدراسة تكون تتطرق الدراسة إلى التفاصيل الدقيقة لعمل الحاسب، وما يجعل بعض المعلومات الكهربائية والرياضية جزءا أصيلا من دراسة هذا المجال، بالإضافة إلى العلوم المتعلقة بالحاسوب. طبيعة العمل بعد التخرج للشخص اللي يختار فرع السي اس، يمهد قسم علوم الحاسبات الطريق إلى العمل في المجالات البحثية في علوم الحاسب، بالإضافة إلى البرمجة منخفضة المستوى يعني low level language والمستوى العالي الاحترافية البروفيشنال. هذا فيما يخص فرع السي اس. أما فيما يخص فرع الاي تي تكنولوجيا المعلومات، طبعا يهدف إلى تعليم الدارس التقنيات الحديثة وإعدادها لمواكبة التقنيات ودمجها مع النظم البرمجية المختلفة. طبيعة الدراسة تتطلب الدراسة إلى الجانب العملي للتقنيات المتوفرة والجانب العملي لإنشاء النظم وطرق ربطها. طبيعة العمل بعد التخرج، يمهد قسم تقنية المعلومات الطريق إلى العمل في المجالات التقنية والدعم الفني والتكامل الأنظمة وأنظمة التحكم. هذا حكينا هسه بصورة عامة، خلينا نشوف شنو الفرق الأساسي بين السي اس والاي تي. طبعا أي شخص عادي لما يجي يقول هو نفس التخصص، لانه هذا سي اس وهذا اي تي، فالمجالات مشابهه. صحيح المجالات مشابهه، لكن اكو فروقات، وهي شوف يقول عند دراسه علم الحاسوب سوف تتعلم تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر والتطبيقات والبرمجيات. هذا اللي يدخل فرع السي اس، تتعلم شلون نصمم شلون نطور برامج الكمبيوتر والبرمجيات. علاوه على ذلك سوف تتعلم كيفيه حل اجهزه الكمبيوتر المشاكل وكيفيه تقديم المشكله لجهاز الكمبيوتر. هذا كله من يتعلمها اللي يختار الفرع سي اس. اما اللي يختار الاي تي، بينما في مجال تقنيه المعلومات سوف تتعلم كيفيه الحفاظ واستخدام النظم الحاسوبيه والبرمجيات من اجل حل العمليات التجاريه، فانه في كثير من الاحيان يتم استخدام برامج يتم انشائها من قبل علماء الحاسوب والتركيز على تطبيق عمل اجهزه الكمبيوتر. يعني بمعنى اخر، جماعه السي اس وظيفته يبني الأنظمة ويبني البرامج ويصممها ويحل المشاكل، وبعدها أبو الآي تي حيكون وظيفته الحفاظ أو متابعة عمل هذا النظام وصيانته إلى النهاية. هذا هو الفرق الأساسي بين السي اس والآي تي. أبو السي اس وظيفته يصمم النظام، يكتب البرامج، يكتب الخوارزمية ويكمله ويسلمه إلى الجهة المعنية. طبعاً بعدها اكو لازم صيانه لهذا النظام والمحافظ عليه وتطويره. هذا من يقوم به؟ هذا يقوم به ابو الاي تي. ابو الاي تي وظيفته شنو؟ يتابع عمل هذا النظام، يشوف الاخطاء الموجوده والمشاكل ويحاول يطورها. هذا مو معناته انه ابو الاي تي اقل من ابو السي اس، لا، ثنائه بنفس الاهميه. اهميه بناء وتصميم النظام نفسها هي متابعه النظام. انا مو بس اصمم النظام واسلمه وخلاص انتهى عملي، لا، اكو الصيانة الدورية لهذا النظام. هذا أيضا جزء كلش مهم، وها طبعا وظيفة منه؟ وظيفة خريج الاي تي. فنرجع سمرة الأخ، الفرق الأساسي أنه السي اس حيث السي اس حيكون وظيفته بناء الأنظمة، تصميم البرامج وتسليمها إلى الجهة المعنية، أما عملية متابعة هذا النظام وحل المشكلات والحفاظ عليه وتطويره حتكون مسؤولية منه؟ مسؤولية أبو الاي تي. فهذا هو الفرق الاساسي. خلينا نجي نشوف اذا تيت انت تشتغل او تدخل في قسم علوم حاسبات بصوره عامه، يعني علوم حاسبات او اي تي، تحتاج شنو؟ ثلاث متطلبات من عندك. اول شيء تكون بامكانك حل المشكلات، اذا عندك حب التعامل مع الارقام، لان كل تعاملنا بالارقام والتفكير بشكل منطقي. هذا اي واحد يدخل علوم حاسبات بصوره عامه لازم يكون عنده هذه الامور الثلاثه: حل المشاكل، التعامل مع الارقام، التفكير بشكل منطقي. نجي على الوظائف اللي ممكن لخريج علوم الحاسبات، طبعا احكي هنا بصوره عامه مو سي اس وايت، لا، خريج علوم الحاسبات شو ممكن يدخل لها؟ ممكن يكون مطور تطبيقات هاتف محمول، مهندس برمجيات، مطور العاب، اخصائي شبكات، مصمم نظم، مستشار في تقنيات المعلومات. هاي كلها اذا تكون خريج علوم حاسبات بصوره عامه. نجي على الوظائف خريج علوم حاسبات، يعني السي اس، يدخل السي اس ممكن شو تتخصص بعد التخرج؟ شنو وظائف مالته؟ اولا محلل امن معلومات انفورميشن سكيورتي اناليست، مسؤول قواعد بيانات داتابيز ادمنستريتر،
مطور برامج سوفت وير ديفلوبر، محلل نظم كمبيوتر سيستم اناليست، مدير اجهزه حاسوب كمبيوتر هاردوير مانجر، ممكن يكون مدير شبكات كمبيوتر نتورك مانجر، مطور مواقع ويب ديفلوبر. هذه الوظائف اللي ممكن ان يتخصص بها خريج فرع السي اس. خريج فرع السي اس هاي كل الوظائف ممكن انه يشتغلها بعد التخرج. اما نجي على الاي تي، شنو الوظائف اللي ممكن ان تحصل عليها بعد ان تاخذ تخصص اي تي؟ اولا محلل اعمال بزنس اناليست، ممكن تكون فني خدمه حاسوب كمبيوتر سيرفيس تكنيك، ممكن تكون اخصائي امن سبراني سايبر سيكيورتي سبيشالست، محلل بيانات اللي هو داتا اناليست، ممكن تكون مسؤول قواعد بيانات داتابيز ادمنستريتر، ممكن تكون محلل برمجيات سوفت وير اناليست. هذه التخصصات اللي ممكن انه انت تتخصصها لما تاخذ فرع الاي تي. طبعا احنا من نقول السي اس، سي اس هو بصوره عامه ممكن يشمل اي تي ويشمل كل التخصصات، انه الاي تي هيكون تخصص واحد. بس نيجي مثلا اكو واحد شي يقول ليش ما ناخذ الاي تي سي اس؟ خب السي اس احسن من الاي تي، لان انا اخذ صوره عامه كل المواد، يعني ياخذ سي اس هو نفسه يشتغل اي تي. اكو نظريتين او فكرتين في اختيار التخصص مالتك، هاي دائما خليها ببالك. شنو هي؟ اول شيء اكو وحده من الافكار يقول انا حاليا ما مهيئ انه احدد الاختصاص مالتي، بعد احتاج انه اقرا عم اعرف بماذا اتخصص، فلذلك اختار التخصص العام اللي هو السي اس، فبالتالي يروح على السي اس ويبدي يدرس كل فروع علوم الحاسبات. يعني انت بتدخل في مجال السي اس راح تدرس ذكاء اصطناعي، تدرس داتابيز، تدرس ايمج بروسيسنج، تدرس سكيورتي، تدرس داتابيز، كل الفروع حتى اي تي تدرس، لكن بشكل بسيط. يعني انت ما راح تلحق خلال سنتين تغطي كل هذه العلوم، راح تاخذ من كل فرع من فروع الحاسبات معلومات بسيطه. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه اكو لا، اكو شخص يقول لك لا انا من هنا انا خلاص محدد انه اشتغل اي تي، عاجبني فرع الاي تي، وبالتالي اختار فرع الاي تي. شو حيصير؟ راح يدرس اي تي، حيدرس تفاصيل فرع الاي تي. لما تتخرج حيتخرج ابو السي اس، هو اختصاصه سي اس، ابو الاي تي تخرج اختصاصه اي تي، ابو السي اس ممكن يشتغل اي تي، بس خبرته في مجال الاي تي مو مثل خبره خريج الاي تي. ليش؟ ابو الاي تي درس علم الاي تي بكل تفاصيله، بينما ابو السي اس درس امور بسيطه فقط، فيحتاج الى قراءه اكثر عمود يتخصص في هذا المجال. فلو تتخرج مثلا من قسم المحاسبات هتلاقي وظيفه، هاي الوظيفه مطلوب مثلا شخص هو انفورميشن تكنولوجي اي تي، شو حيصير؟ ما يجي يقدم واحد اي تي واحد سي اس، اكيد يختارون الاي تي. ليش؟ لان ابو الاي تي دارس وفاهم وعنده خبره في مجال اي تي، ابو السي اس يفهم بالاي تي لكن خبرته مو نفس خبره ابو الاي تي. واضح؟ فهذا حيكون الفرق. لكن لما مثلا يطلب تخصص اخر غير الاي تي، ابو الاي تي ما يقدر يقدم عليه، حيقدم عليه منه ابو السي اس. فهذه هي الفكرتين الموجوده. اكو شخص يقول لك انا من بعد ما مهيئ نفسي انه اتخصص، خليني اكمل بعد في مجال المحاسبات، اشوف كل الفروع واتعرف عليها بعد فيما بعد، ورا ما اتخلص اتخرج ابدي اتخصص. واكو فكره اخرى يقول لك لا، انا منها بدايه احدد، انا اعرف شو اريد، اريد الاي تي، وبالتالي اختار فرع الاي تي. نجي على المواد اللي ممكن راح تدرسها انت في فرع علوم الحاسبات، خلينا نتعرف عليها بشكل سريع. طبعا المرحله الثالثه راح تدرس امنيه البيانات، ذكاء الاصطناعي، انظمه ذكيه، شبكات الحاسوب، معالجه الصور، رسم بالحاسبه، تصميم وبرمجه المواقع، هندسه البرمجيه الكيانيه، مترجم اللغات، الانظمه المفتوحه. هاي المواد راح تدرسها في المرحله الثالثه. اما بالمرحله الرابعه فراح تدرس الحوسبة السحابية، وسائط متعددة، الوكيل الذكي، نظم تشغيل، حوسبة الموبايل، استرجاع المعلومات، حوسبة تطويرية، وأمنية شبكات. هذه هي مواد فرع السي اس. اللي حيدخل سي اس هي بيخذ بباله هاي المواد راح تدرسها. خلي تشوفون مواد متنوعة بها أغلب فروع الحاسبات، ذكاء، قواعد بيانات، تصميم مواقع، موبايل كومبيوتينج، نتورك، هواي تخصصات. ليش؟ لان انت هنا تدرس العلم بشكل عام. لو نجي على الاي تي، المواد اللي حتدرسها بالاي تي حنشوف
لا، مواد تخصصية أكثر. مثلا هنشوف المرحلة الثالثة شو حيدرس؟ البرمجة المرئية، تصميم وبرمجة المواقع، تنظيم البيانات والنمذجة، تقنيات البرمجة التكاملية، إدارة نظم المؤسسات، شبكات الحاسوب، تصميم المواقع، صيانة نظم المعلومات، استعلام قواعد البيانات، ضمان وأمن المعلومات. هذا راح تاخذه وين؟ بالمرحلة الثالثة لفرع الاي تي. المرحلة الرابعة شو راح تدرس؟ الحوسبة السحابية، وساعات متعددة، الجرائم الإلكترونية، أمنية المعلومات، نظم التشغيل، حوسبة الموبايل، نظم معلومات موزعة، تعدين بيانات. لو نلاحظ المواد اللي ناخذها بالاي تي مواد تخصصية كلها تتحدث عن البيانات وكيفية معالجتها وكيفية استمرار النظام مالتك، بينما بالسي اس لا، اخذنا العلوم بشكل عام. فهذا هو الفرق بيناتهم. ف الأطجو من عندكم لما تيجي تختار انت اللي تحدد، لا تخلي احد ياثر عليك. حاول تاخذ اراء الاساتذه، اراء الخبراء اكثر من راي، وبعدين خلي يكون قرارك نابع من عندك، من خلال دراستك، من خلال معرفتك بمتطلبات الفرع، وهل انت قادر على انه تمشي في هذا المجال او لا. فان شاء الله تكون هذه الورشه طلعت بشكل بسيط على الفروع الموجوده في القسم، وبالتالي قدرنا ان نوصل لك فكره وعطيناك امكانيه ان تعرف شلون تختار. انا بالنسبه لي خلصت. دكتوره ذكرى، اذا عندك اي شيء او اي حد عنده سؤال.